البعض يتحدث عن السيد الرئيس مايك بينس. دلوقتي البعض مش بيتكلم بقى إن الرئيس ترامب عنده أزمة، البعض بيتكلم الرئيس الأمريكي مايك بينس، إن نائب الرئيس ممكن قريب جدا يصبح الرئيس بعد عزل الرئيس دونالد ترامب. ترامب واجه صعوبات كبيرة جدا، اتهامين كبار جدا، اتهام مالي، وده فيه بقى تحتيه اتهامات كتيرة سواء للمحامي أو مدير الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، سواء مصارف وبنوك، سواء حسابات أجنبية، حسابات بداخل أمريكا، سواء تهرب ضريبي، سواء رشاوى، كل هذا الكلام، غسيل أموال، كل هذه الاتهامات، وكذلك دفع أموال من الحملة الانتخابية لممثلتين إباحيتين عشان يصمتوا عن علاقات سابقة. كل هذا الكلام الذي هو الآن موضع تحقيق قدام محكمة منهاتن، ده كله سياق اللي هو اتهامات مالية. الاتهام الثاني هو اتهام التعاون مع روسيا، أو أن روسيا ساعدت الرئيس ترامب في الوصول إلى السلطة في شهر نوفمبر في انتخابات الكونغرس. إذا الديمقراطيين فازوا هيتم عزل الرئيس على الأرجح. في تقديرات إن الديمقراطيين فعلا ممكن يفوزوا وإنه يتم عزل الرئيس ترامب. البعض بيقول ممكن يتجاوز ويكمل، لكن الاستراتيجية دايما بتفكر في كل الاحتمالات. يعني أول ما تلاقي الرئيس ترامب بيحاكم في منهاتن، البعض يقعد يتأمل هذه المحاكمة، لكن ده ينفع للجمهور، إنما السياسيين، مراكز البحث والدراسات، المحللين لا، لازم يفكر فورا. احنا قدام احتمالات ان ترامب ينجو من هذا الامر يعدي، وفي هذه الحالة قدام احتمالات تانية ان هو هل هيعدي قوي ولا يعدي ضعيف، وهل يعدي بحرب على سوريا ولا حرب على ايران، ولا يعدي من غير حرب. ما هو ممكن ترامب نتيجة المحاكمة ديت تيجي على دماغ المنطقة هنا، ان فنلاقي حرب كبرى في الشرق الأوسط والعالم العربي علشان الرئيس ترامب ينجو من المحاكمة في منهاتن. يبقى إذن مراكز الدراسات تشتغل على إنه هل الرئيس ترامب هيكمل ولا لا، لو كمل هيكمل بحرب ولا بدون حرب، لو كمل بحرب هل على إيران ولا حروب صغيرة في الشرق الأوسط تشعل كل الشرق الأوسط، ولا هل الرئيس ترامب هينهزم ويخرج. طيب لو خرج مين اللي هيجي؟ اللي هيجي منطقي هو نائب الرئيس مايك بينس. يبقى من دلوقتي لازم تشتغل مراكز الدراسات على الفكر السياسي عند الرئيس المحتمل مايك بينس اللي هو نائب الرئيس الأمريكي الآن. من هو الرئيس المحتمل مايك بينس؟ ما هي أفكاره السياسية؟ كيف يرى المنطقة؟ طبعا للأسف ما ظهر من الرئيس المحتمل مايك بينس ليس جيدا بالنسبة للعالم العربي. هو مؤيد بقوة شديدة جدا لإسرائيل، يعني ما بيناقش في موضوع إسرائيل، يقف معاه تماما بدرجة 100%. هو معادي للفلسطينيين ومع تقليص أي مزايا مالية أو عطاءات مالية لهم. في كل قضايا المنطقة يقف إلى جانب إسرائيل. فالبعض طبعا كل ما سمعه عن مايك بينس في المنطقة ليس جيدا، لكن يا ترى ايه أفكاره الأخرى اللي خاصة بالوضع في سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا أو الصومال، موقفه من حركات الإسلام السياسي، موقفه من الاقتصاد في المنطقة، موقفه من حاجات كتيرة جدا بعضها واضح وبعضها غامض. مايك بينس مواليد 59، درس حقوق، اشتغل محامي، ترشح في انتخابات في الأول ما نجحش، قدم برنامج تلفزيوني اسمه مايك شو، مايك بينس، فبقى اسمه البرنامج بتاعه مايك شو. قدمه سنتين تقريبا، كان بيستضيف شخصيات كتيرة، وهو بيحتسب نفسه أنه مسيحي محافظ، هو أصلا كاثوليكي، وبالتالي لو كان كمل ككاثوليكي وبقى رئيس لأمريكا كان هيكون تاني رئيس كاثوليكي، لأن أمريكا فيها رئيس واحد كاثوليكي هو الرئيس جون كينيدي، إنما هو تحول من الكاثوليكية إلى البروتستانتية، فهو ممكن يبقى رئيس بروتستانتي في حال وصوله إلى السلطة. إنما الغريب
ان مايك بينس وهو في الجامعة وهو بيدرس حقوق كان بيقول لزمايله انا هكون رئيس لبلادي، وقال هذا الكلام على اساس انه في كلام بيسمعه ذو طابع ديني ان ربنا بيخطط له ان يكون رئيس لامريكا في المستقبل. الكلام ده هو طالب جامعة وهو طالب في حقوق في انديانا، هو طبعا كان حاكم انديانا بعد كده، بس هو لسه طالب في الجامعة. طبقا لصحيفة لوس انجلوس تايمز كان بيقول لزمايله ان ربنا اختاره علشان يكون رئيس لامريكا، وان هو في المستقبل هيكون رئيس لامريكا. ثم كانت المفاجأة ان بقى حاكم انديانا، ثم المفاجأة الاكبر نائب رئيس امريكا، ثم المفاجأة الان ان في حال عزل الرئيس ترامب سيصبح مايك بينس كما قال لزملائه أثناء الدراسة رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. يجب دراسة الفكر السياسي والاقتصادي عند الرئيس المحتمل مايك بينس. مراكز الدراسات لا ينبغي أن تقف عند قراءة ما يجري، بل ينبغي أن تفكر ما الذي يمكن أن يجري.